السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بقناة بروست. فيديو جديد في القناة إن شاء الله. النهاردة درس جديد من دروس التنسر فلو كيرس في بايثون. إن شاء الله النهاردة هنعمل مشروع إيمج سيجمنتيشن باستعمال تنسر فلو كيرس. إيمج سيجمنتيشن هنستخدمها النهاردة التقنية دي في إن احنا نعمل ديتكت للسكاي ونعمل لها ريبليسمنت ب نغير السماء بتاعتنا لصورة مختلفة او ما شابه يعني. خاصية لو انتم متابعين كده الاخبار بتاعت فوتوشوب، الفوتوشوب نزل خاصية من قريب كده ان هو على الخاصية الجديدة نزلت ان هو يقدر يعمل ديتكت للسماء في الصورة عندك وانت تغيرها بالصورة اللي براحتك اللي انت عايزها وبتاع. طب العملية دي بتشتغل ازاي، او الفوتوشوب بيقدر يديتكت الكلام ده ازاي؟ من خلال الديب ليرنينج، خلال البايثون او ايا كان بقى اللغه اللي هو بيستخدمها، بس هي بتبقى الكونسبت او الفكره هي واحده. عن طريق ايه؟ ان احنا بنبني موديل بالكيرس ديب ليرنينج موديل، وبندخل له الايمج بتاعتي، بيطلع لي صوره تانية على الناحيه التانيه دي، بيرجع لي الصوره اللي هي السيجمنتيشن، يقول لي هنا في مثلا في هنا قطه، في هنا كلب. طبعا كل اوبجكت في السيجمنتيشن او النتيجه اللي طلعت بديله انا رقم معين. في التريننج بقى والكلام ده بقول له مثلا القطه دي تخليها البكسلات بتاعت القطه تخليها بزيرو، الكلب تخليه بواحد وبتاع، فهو بيتعلم مع نفسه ويطلع لي في الاخر. فانا هنعمل نفس الامر، احنا هنبني الموديل بتاعنا، وعندنا احنا داتا ست عندنا لايمجز فيها السما بتاعتنا، و اللي هي السيجمنتيشن او الريزولت بتاعتنا ومدرب عليها الموديل بتاعنا ده، ونستخدم الموديل ده عشان نعرف ديتكت بقى السما ونغيرها بقى بالصور اللي احنا عايزينها. من احد ادوات او في موديلات كتير بتستخدم في موضوع الايمج سيجمنتيشن، ممكن انت تبني الموديل بتاعك عادي، الاركتكشر بتاعته تبنيها عادي. لكن من رايي انا احسن اركتكشر او احسن موديل اللي نستخدمه هو الموديل اللي اسمه يونت. اليونت ده كسب في 2016 جايزه احسن موديل، حاجه زي كده، اللي هم طبعا في مسابقه كده بتتعمل لكوكو داتا سيتس وبتاع. فالموديل ده كان رائع جدا وطلع نتائج ممتازه جدا في الايمج سيجمنتيشن وعلى داتا سيت صغيره، يعني بيديك نتائج الى حد ما مقبول على داتا سيتس صغيره، مش اللي هي الهاي قوي. لا طبعا انت لو اديته داتا سيتس اكتر وعلى اشكال مختلفه اكتر، طول ما كل ما ده هيبقى احسن. لكن احنا الداتا سيتس بتاعتنا، لو انت الداتا سيت صغيره هيديك نتائج بس مقبوله، يعني ايه، شغاله حلوه معانا، مش مشكله. نروح بقى نبتدي. بسم الله. هنروح بقى اول حاجه ندرب الموديل بتاعنا. اولا احنا هنعمل ايه؟ هنبني الموديل بتاعنا، ندربه، بعد كده نستخدمه عادي زي ما احنا بنستخدم اي موديل عادي، وندخله الايمج بتاعتنا ويطلع لنا ريزلت عادي. طب ايه الداتا سيت اللي عندنا؟ انا عندي الداتا سيت دي انا محملها من الموقع ده، الموقع ده اسمه ADE20K. الموقع ده مش للسكاي بس، لا هو موقع عامل داتا سيت كامله كبيره جدا، حجمها حوالي 3 جيجا تقريبا، لغرف نوم، لهاي ويز، للبيتشز اللي هي الشواطئ، للغرف، لمطابخ زي ما انتم شايفين اهو. بيقول لك في كذا كاتيجوري، كذا حاجه يعني. بيقول لك هنا في كاتيجوري مثلا الكافيهات، وفي كاتيجوري للهاي ويز، وفي برضه للطرق هنا بيعمل سيجمنت للسيارات لو انت عايز تستخدم الكاتيجوري دي، في الغرف نوم وهكذا. احنا هنستخدم اللي هي بتاعت الهاي واي، فاهم؟ هو بيطلعها لي في شكل حاجات ملونه، يعني هو المشكله في ان هو بيطلعها في شكل حاجات ملونه، فهي هتطلع معاك بالشكل ده كده. هو انت بتحمل الداتا سيت تحت معاها 4 جيجا اهي. بعد كده بيجيب لك هنا جواها فولدر images training. كل كاتيجوري ليه اسم، اول حرف من اسمه بيحط كل كاتيجوري نفس الاسم او نفس اول حرف بيحطه في فولدر لوحده. فاحنا مثلا عايزين الهاي ويز، فاحنا بنروح على فولدر اسمه اتش، هنلاقي هنا بقى هيرس، وفي هيل، وفي هوسبيتال، وفي هوتيل، في حاجات كده كتير، بس احنا نروح على الهاي واي. بيجيب لك هنا بقى ايه، دي الداتا سيت اللي هو حاططها لك هنا اهي،
طيب في صور، في سيجمنتيشن مش عارف هو حاططها ليه، لسه السيجمنتيشن دي مش عارف هو حاططها ليه هنا، بس انا بنبقى عايزين السيجمنتيشن دي. فهو حاطط ان السما هنا باللون الاخضر الفاتح شويه، فاهمني هنا. فانا انا عملت لها شويه بري بروسنج بالبايثون والاوبن سي في، فانا حولت كل صوره هنا ليه سيجمنتيشن بتاع معين، بس يبقى كل صوره ليها سيجمنتيشن معين ليها. فبس هسيب لك اللينك بتاع الموقع ده في الديسكريبشن برضه، لو انت عايز تبص على الداتا سيت كلها. ممكن انت على فكره فيها في فعلا في في داتا سيت في كاتيجوريز فيها، انت ممكن تاخد مثلا من الطرق برضه، هتلاقي فيها سما، هتلاقي مثلا في البيتشز، هتلاقي جوه ال الكاتيجوريز دي، هتلاقي البيتشز في المطاعم، في اللي هي المباني فيها السما وبتاع. فانت براحتك بقى انت ايه تعملها بري بروسنج كده وتظبطها وبتاع، بحيث انها تطلع الصوره، وفي نفس الوقت الصوره الناتجه لها سيجمنتيشن ابيض واسود، الاسود ده اللي هو الباك جراوند، اي حاجه غير السما والابيض ده السما. ماشي، نروح بقى على كولاب عشان ندرب ال الموديل بتاعنا. هسيب لك برضو لينك الكولاب تحت في الديسكريبشن عشان تحمله. نقفل ده كده. بنعمل هنا بيب انستول تنسر فلو 2.1 طبعا على حسب الاصدار اللي موجود على جهازك. بكده بنجيب هنا الملفات اللي هي المكتبات اللي احنا بنحتاجها، التنسر فلو والسي في 2 والمات دوت ليب والنمباي والسكيلر نوت موديل سيلكشن عشان نعمل ترين تيست سبليت، والكرس نحول التو كاتيجوري نحولها يا اما صفر يا اما واحد، اللي هو اللي هنستخدمه عشان نعمل سيجمنتيشن، او ممكن ما نستخدمهاش مش عارف، مش مشكله يعني. تمام، انا عندي في الداتا سيتس بتاعت الداتا سيت بتاعتي عندي 294 صوره، كل صوره فيها 256 في 256 في 3، الثلاثه دي اللي هي الاكس والواي، هتبقى 294 في 256 في 256 في 1، دي اللي هي السيجمنتيشن او اللي هيطلع دي، بتبقى جري سكيل قيمه واحده، يا اما 0 يا اما 1، او يا اما 0 يا اما 255 اللي انت عايزه يعني، بس يفضل تكون يا اما 0 يا اما 1 عشان تخلي الموديل اسرع واحسن في التريننج شويه. وبنخلي لها دي تايب بتساوي ان بي دوت فلوت 32. ممكن انت ترفع الداتا سيت بتاعتك دي على كولاب وتشيل اللي هي الروابط دي اللي هي اللينكس بتاعتك دي، وتحط اللينك للينك بتاع الداتا سيت، او انت ممكن تحطها على درايف اللي هو جوجل درايف. انا حطيتها على جوجل درايف، فحطيتها على جوجل درايف، انت هتقول كونتنت درايف ماي درايف سجد، انا حاطط الفولدر اللي هو بتاع الداتا سيت اسمه سجد، وبخش جوه بلف جواها بقى، بخش الاقي اي صوره مكتوب على يعني مكتوب عليها انها يا مش سجن. يعني انت لو لاحظت هنا في الداتا سيت بتاعتي هنا ايه راحت فين سيت، الصور اللي اخرها اندرسكور سج دي اللي هي السيجمنتيشن، اللي مش اخرها اندرسكور سج دي بتبقى اللي هي الصور العاديه. فانا بقسمه وبتاع، بحط اللي هي الصور بتاعتي في الاكس، وبحط الصور بتاعتي في الواي، بحطهم هنا في الاريز دول. طبعا بعمل لهم الاول ريسايز بحيث ان هم يكونوا 256 في 256 في 256 في 256 بس، وخلاص كده تمام. ماشي، تمام كده خلاص تمام. ماشي، هنا لو انت عايز تحفظ الداتا سيتس دي بتزداد نمباي، لو انت هتحتاج بقى ان انت تجيبهم تاني او تتدرب عليهم، فانت مش محتاج ان انت تعمل الخطوه اللي فوق، بس انت تعمل لهم سيف بعد كده تستدعيهم ب الامرين اللي تحت دول. بعد كده بنحول الاكس دي لاس تايب فلوت 32 والواي لاس تايب فلوت 32، انا هحولهم فوق اصلا 32. الخطوتين دول ملهمش لازمه، انا سوري يا جماعه انا اسف نسيت اشيلهم. والواي اللي هي الواي اللي طلعت بقسمها على 255 بحيث ان النتيجه اللي تطلع يا اما 0 يا اما 1، لان 0 على 255 ب 255، و 255 اللي هي السكاي عندي بخليها بواحد. ننزل بقى تحت هنا، بنقول هنا ايه، بنقول هنا ترين تيست، ترين اكس ترين واكس تيست واي ترين واي تيست بيساوي ترين تيست سبليت الاكس والواي وتري وتيست سايز 0.1. ده لو انت عايز تعمل ايفالويشن للداتا بتاعتك،
فتتقسمها لترين وتست، وتعمل ايفالويشن للتست الداتا اللي عندك. تحت هنا بقى هنا بناء الموديل بقى بتاعنا. موديل طويل قوي، فانا عشان وقت الفيديو فانا مش هقدر ان انا اشرحه كامل يعني. هو باختصار شديد جدا ان احنا بنعمل هنا ايه، بنبني اللي هو عامله زي الانكودر والديكودر كده، بنبني الكونف 2 دي اللي هي الحاجات الاعتياديه دي، وبنوصلهم ببعض بالكونكاتينيت اللي هي الحاجات اللي هي المتطلبات بتاعه اليونت. هسيب لك برده اللينك تحت في الديسكربشن بيشرح خطوه خطوه كده ايه اللي بيحصل في اليونت وبيمبلمنتها ازاي وبتاع، اسيبه لك تحت في الديسكربشن يا ريت تبص عليه. طبعا قبل ما ندخل على اليونت بنحول الاكس دي اسمها على 255 عشان تشتغل يعني، عشان نخليها فرنج من 0 من 0 ل 1. والانبوت برضو ايمج هايت والايمج ويدث والايمج شانلز 256 في 3. واخر حاجه خالص بتبقى كونف 2 دي الشانل واحده بس، واحد في واحد، واكتيفيشن سيجمويد تمام. تحت خلاص هنا بنعمل اوبتمايزر، وتحت خلاص بنعمل ترين، بن اكس ترين والواي ترين. انا عملت هنا ترين 500 مره، ف تحت هنا بقى ممكن انت تعمل موديل توكيت، تكتب هنا موديل دوت سيف، موديل دوت سيف، وتكتب موديل مثلا دوت اتش 5. تحمل الموديل بعد ما انت خلصت ترين لي. خلاص بقى كده نقفل الكلام ده. نفترض مثلا ان خلاص احنا خلصنا كده، انت عملت ترين للموديل مثلا، براحتك بقى انت اعمل له ترين زي ما انت عايز. هسيب لك برده الموديل والكود ده، كل الاكواد وكل المودلز هسيب لك تحت في الديسكربشن لو انت مش حابب ان انت تمرنه يعني، تجرب على طول. خلاص احنا كده دلوقتي، انا دلوقتي معايا الموديل بتاعي اللي هو اللي انا هدخله الصوره بتاعتي، وفي نفس الوقت هيطلع لي السيجمنتيشن، ومن خلال السيجمنتيشن دي انا هطلعها الصوره اللي هطلعها، اعمل عليها شويه عمليات بحيث ان انا اضيف عليها صوره تكون خلفيه للصوره بتاعتي. هنا بنستخدم المكتبات اللازمه، وبعد كده بنعمل لود موديل، موديل دوت اتش 5 لازم تحطها فيه او مش لازم، انت براحتك. انا حطيتها موديل اتش 5، حطيت الموديل بتاعي في نفس الدايركتوري بتاع البرنامج ده بتاع السكريبت. وتحت هنا بقول وول سي في 2 دوت اي ام ريد، هنا انا بحط الول بتاع اللي هو الخلفيه اللي انا هبدل بيها السما. تيست هي يو 3 الخلفيه دي انا هبدل بيها الخلفيه، وتختار انت الصوره اللي عايزها. مثلا انا اختار مثلا انا عندي هنا ايه اربع صور، ممكن نجرب فيهم ونجرب فيهم سوا بعد ما نخلص الصور دي كلها فيها سما. طبعا الصور دي جايبها من النت مش جايبها من الداتا سيت، عشان نشوف هيعمل فيها اكيورسي قد ايه. وبنحول الصوره بتاعتنا ل 900 في 600. ده مبدئيا كده الخطوه دي يا جماعه كده ايه، عشان يعني نخلي هو مبدئيا كده يعني السكريبت بيجيب الصوره وبيحول الول او الخلفيه على حسب حجم الصوره. فانا قبليها فانا باي صوره باي حجم هتيجي فانت تحولها ل 900 في 600، عشان ممكن الصوره تكون كبيره او ممكن تكون صغيره قوي، فانا اخليها في رينج معين. عشان جربت 900 في 600 دي طلع لي ايه البروسيسنج ايه، بيقعد مثلا حوالي 5 6 ثواني كده، فانا ايه دي نتيجه مقبوله شويه. بعد كده بقول هنا ايمج دوت شيب، بطلع منها الاتش والدبليو والسي اللي هو الهايت والويد والويدز والشانلز. بقول هنا سي في 2 دوت ريسايز وول الدبليو والاتش، وبطلعها في الول، بخلي حجم الخلفيه نفس حجم الصوره. عشان انا هعمل ايه، هشيل يعني انا نتيجه السيجمنتيشن اللي هيطلع من المودل، انا هدخل الصوره دي للمودل فيطلع لي السما فين. فانا هعكس يعني هخلي البكسلات السوداء اللي هي الجراوند اخليها بيضه، والبكسلات البيضاء اخليها سوداء، بحيث ان انا هاخد بس الجراوند واحطه على الوول بيبر الخلفيه، بيضل طبعا اللي هي السيمبلس كلون بس. خلاص احنا بننزل هنا بقى نعمل ريسايز دي كلها، دي تحضيرات بقى. خلاص احنا كده عملنا ريسايز للوول، اللي تحتيها بقى دي كلها تحضيرات ل الايمج قبل ما ادخلها على الموديل. بقول هنا الموديل دوت سي في 2 دوت ريسايز ايمج 256 في 256، وبدخلها على بقول هنا موديل دوت بريدكت الواي 2 بتساوي موديل دوت بريدكت ان بي دوت ريشيب ريس اللي هي النتيجه اللي طلعت من ريسايز. لازم طبعا اخليها 256 في 256، وبحولها بالكاست للفلوت 32.
النتيجه اللي هتطلع هتطلع لي في يا اما 0 يا اما 1، فانا بضربها في 255، بعد كده بعمل احولها لليو ان 8 عشان اقدر اتعامل معاها بالسي في 2، بعد كده بعملها ان بي دوت ري شيب لل 256، اخليها 256 في 256، وبعد كده بعمل لها ريسايز بحجم الصوره الاولاني. يعني انا بعمل ايه؟ حجم الصوره اللي هو 900 600، او لو انت ممكن تشيل 900 600 دي خالص، مش لازم تحطها، يعني تعتمد على حجم الصوره الاصلي، تخليها خليها 900 600. بعد كده هعمل ثري شولد، ساعات بتطلع كده قيم في رينج من 0 ل 255، ساعات بيطلع قيم جراي كده في النص، فانا هقول الاقل من 5 خليها 0، والاكبر من 5 خليها 255. فبس بعد كده بننزل هنا بناخد نسخه من الواي 2 او الماسك اللي طلع، بعد كده بعمل هنا بقى في الخطوه اللي انا قلت لك عليها، هنا بعمل هنا بيت وايز نوت، بحول او بقلب الماسك بتاعي، بقلبه سيبك من الكي والسكاي دي دلوقتي، بقلب الماسك بتاعي بخلي الجراوند ابيض والسكاي سود، بحيث ان انا اخد الجراوند بس واحطها على ال الول بيبر او الخلفيه. بعد كده بعمل لها دايليت، وبعد كده دايليت ويروت، بحيث ان انا ايه اضيع شويه، ساعات كده بتكون الماسك اللي طلع ده فيه نقط سودا في النص كده وبتاع، وكمان عشان نستخدمها عشان السمبل سكرول او الداله اللي هي بتستخدم اللي هي البيلت ان فانكشن الموجوده في الاوبن سي في. لو انت مش عارف السمبل سكرول، السمبل سكرول هي داله بتحاول تدمج الصور مع بعض، يعني بتحاول تخلي مثلا انت بتديها صوره تقول لها الصوره دي حطها لي في الايمج دي، وخلي لي الصوره اللي انا حطيتها في الايمج دي مناسبه للجو العامل بتاع الصوره الام اللي انا حطيتها فيها. فساعات الداله دي بتطلع ايه في ايه، تحس ان هي حواف كده حوالين الصوره اللي انا حطيتها، مش حواف إيه، كانها ايه جوست كده او بهتانه شويه، فانا بحط بزود حجم الماسك شويه عشان الحاجات اللي هتطلع بهتانه دي ما تكونش انا محتاجها، ما تكونش تبع الجراوند يعني، فتطلع بهتانه فتطلع مش باينه، فاللي هيطلع باين بس هو الجراوند بتاعي. فانا بعمل لها هنا دايليت، بعد كده ايرود، بعد كده بقول هنا ايه فايند كونتورز في الماسك جراوند دوت كوبي، بعمل فايند كونتورز للماسك اللي موجود ده. يا ريت تبحث عن داله الماسك السمبلس كلون اللي احنا اهي تحت اهي عشان تفهم اكتر هي بتشتغل ازاي. بقول هنا فايند كونتورز، بعد كده بجيب الكونتورز اللي هي بجيب اللي هي الجراوند بس، بعد كده بجيب اللي هي الاحداثيات بتاعتها، بجيب السنتر بتاع الكونتور ده اللي هو السنتر 2 ده، بعد كده بحطها على بقول هنا اللاند اللي هي الارض دي اللي انا جبتها، بقطع الارض من الصوره، بعد كده بحطها في الول ولاند ماسك بقى، ده الماسك اللي انا هستخدمه، واقول هنا سنتر 2 اللي هو السنتر بتاع اللاند اللي هي الارضيه، وبقول هنا سيف دو دوت نورمال كلون، وبعرض الايمج والول والاوتبوت والسكاي. السكاي دي اللي هي الناتج او الحاجه اللي طلعت من السيجمنت، نتيجه السيجمنتيشن بتاعها. تعالى بقى كده نعمل رام كده ونشوف. انا عندي هنا اليو 3 وبعمل هنا على الايمج 4، تمام، خليها على 4 الايمج 4، نعمل كده رن اهو، طلع لي الريزلت اهو، دي الصوره اللي عندي دي، ودي دي الصوره انا كده ايه الاول، ودي الخلفيه بتاعتي، ودي ناتج الجمع ما بينهم. بجيب هنا اللي هي وده الماسك طبعا اللي طلع اللي هو بيقسم السكاي اللي هي السكاي دي اللي هي السما دي، طلعها في السيجمنتيشن ده. بعد كده انا باخد العكس او باخد الجراوند اللي طلع دي وبحطها على الوول، نقفل كده نجرب كده ايه صورة كمان كده نشوفها. ايمج من 3 صورة تانية اهي، دي الصورة بتاعت الصورة بتاعتي هنا، ودي نتيجة الماسك اللي طلع، ودي نتيجة الدمج ما بينهم. يعني النتائج مقبولة شوية، بحس ان انا جبت بس داتا ست فيها 300 صورة بس دربتهم على الموديل، فطلع لي نتائج مقبولة شوية يعني، حلوة مش كويسة مش وحشة. لو جربناها مثلا على صور تانية هتطلع مثلا نتائج مش كويس، يعني مثلا عندي مثلا الصورة دي كده نشوفها، دي صورة كده انا جبتها من النت، الصورة بيتش او شاطئ، طبعا الداتا سيت بتاعتي فيها هاي ويز بس، ف
زي ما انت شايفين كده جاب البحر على انه سما، هو لونه شوية قريب من السما وكده، فايه فجابه على انه سما. طبعا انت لو دربته بقى على شوية صور للشواطئ والحاجات دي وعملت له سيجمنتيشن هيكون احسن بكتير. طبعا النتيجة بايظة خالص هنا، لو جايب النسوان دي هنا مش جايب قاطع منها شوية بتاع وكده، النتيجة مش لطيفة خالص. زود انت من عندك بقى داتا سيت، ممكن انت تعمل داتا سيت بتاعتك انت وتضيفها على الصور، على الصور دي. زي ما انا قلت لك الداتا سيت الكبيره اللي انا وريتها لك بتاعت الموقع دي فيها هاي ويز، وفيها ممكن تخش جوه الموقع، الموقع حاطط لك جواه حاجه زي مخطط كده فاهم، وانت تنقي بقى يعني انت يا ريت تحمل الداتا سيت كلها وتنقي بقى الصور بتاعتك دي كلها وتعمل لها بري بروسنج، بحيث ان انت تشوف السما هتبقى باللون الازرق الفاتح، فانت تعالجها كده بال HSV وتعملها سري شولدنج، بعد كده تحفظها وبتاع. مش عارف السكريبت اللي انا كنت عملت بيه ده مش عارف ادور عليها الاقيه ان شاء الله، احطه لك برضه لو لقيته هحطه برضه في الديسكريبشن، اللي هو السكريبت بتاع السيجمنتيشن اللي استخدمته عشان احول الصور اللي هي بتاعت الداتا سيت الكبيره دي، اطلع منها بس شويه صور اللي هي كويسه يعني. فلو عندك اي سؤال اي استفسار سيبه تحت في التعليقات وان شاء الله ارد عليك. نلقاكم درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.